يرتبط النوم بالحالة النفسية بشكل وثيق، حيث أن اضطرابات النوم عادة ما تشير إلى مشاكل نفسية قد تصل إلى الاكتئاب. وكما أن الأرق هو الاستيقاظ ليلا مشكلة يجب الالتفات إليها، فإن الإفراط أيضا في النوم قد يكون أحد الأعراض على تغير المزاج وطريقة الهروب مثلا من المشاكل التي تواجه الشخص. لذا متى الإفراط يصبح في النوم خطيرا؟ كيف يمكن التعامل مع حالات الإفراط من النوم؟ هذا ما سنناقشه مع اختصاصي الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور مازن مكابلي. ولكن هل تعانون أنتم من الاكتئاب أو تفرطون في النوم؟ دعونا نرى ثم نعود. إذا تواجهني أي مشكلة بحياة ما بتهرب عنها بالنوم أبدا، وظل متابع حتى أحلها. لما بواجه مشكلة بحاول أحلها مباشرة، أوصل لأسرع حل بأسرع وقت. إذا ما قدرت أوصل لحل مناسب ممكن أعمل زي المثل اللي بيقول sleep on it، مش حيكون نوم فعلي بس حاعطي المشكلة وقت لحتى أوصل لحل مناسب وبيرضي الجميع. إذا واجهت مشكلة ما بروح بنام، بشوف عناصر المشكلة من الطرف الثاني في المشكلة. إذا في عندي مثلا ناس في بيئتي أنا اللي هم أشخاص بثق فيهم بتحاور معهم وبنعرض المشكلة ونشوف شو الحلول، أقل الخسائر نطلع منها. أنا مش من الأشخاص اللي إذا واجهت مشكلة بواجهها بالنوم، بنحاول إنه نشوف المشكلة إيش سببها، نحاول نحله وهيك يعني. إذن نرحب بالدكتور مازن مقابلي اختصاص الطب النفسي وعلاج الأدمان. صباح الخير لك. يا صباح النور، أهلا وسهلا فيك. بعيدا عن الحديث عن أعداد المكتئبين وبعيدا عن الحديث عن مظاهر الاكتئاب، يمكن رح نيجي نفصل شوي بالأنواع، ولكن ارتباط النوم بالاكتئاب هل هو دائما مثلا سمة غالبة بالأشخاص المصابين بالاكتئاب؟ نعم. بداية صباح الخير لك إسراء، مذيعتنا المبدعة، ولجميع مشاهدين قناة المملكة. لكي نضع الأمور بنصابها العلمي يجب معرفة أو تعريف بداية اضطرابات النوم بشكل عام. اضطرابات النوم هي أي خلل أو تغيير في النمط الطبيعي لنوم الإنسان حسب الفئة العمرية، تقسم إلى قسمين كبيرين. الأول يسمى بالديسومنيا أو ما يعرف بعسر النوم، والآخر هو البارسومنيا، هي اضطرابات الحركية الجسدية التي تحدث في النوم. بالنسبة للإفراط في النوم، المصطلح العلمي له ما يسمى بالهايبرسومنيا أو قلة النوم أو الأرق ما تسمى بالإنسومنيا، تعتبر من أقسام الديسومنيا اللي هو عسر النوم. تعريفهم إما زيادة اللي هي أو الإفراط في النوم اللي هي هايبرسومنيا أو حتى الأرق أو قلة النوم هي الإنسومنيا، هي فرق عن معدل النوم الطبيعي المتعود للإنسان بفرق ساعتين إما زيادة أو نقصان. هلأ لما نيجي على الأسباب، تقسم دائما إلى أسباب برايمري إحنا نسميها أولية وسكندري ثانوية. الأكثر شيوعا هي الثانوية، أما البرايمري تعريفها أنه قد يكون في اضطراب عصبي في مراكز التي تعمل على تنظيم النوم في الدماغ، أما السكندري تكون ناتجة عن مرض أو اضطراب عضوي أو نفسي آخر. من الأمثلة على الاضطرابات العضوية الشائعة مثلا اضطراب خمول الغدة الدرقية الهايبوثايرويدزم مثلا، أو التصلب اللويحي مالتيبل سكليروسيس، أو حتى الأشياء الشائعة مثل نقص فيتامين د أو حتى B12 اللي تعمل على الخمول والزيادة في النوم. هاي بالنسبة للأسباب العضوية. أما بالنسبة للأسباب النفسية فهي الاضطرابات النفسية التي تعمل على تغيير كيمياء الدماغ وعلى الحالة النفسية للإنسان، ومن أكثرها شيوعا الاكتئاب. فإجابة عن سؤالك إنه هل جميع الاضطرابات النوم أو الإفراط في النوم تكون أسبابها نفسية؟ لا، قد تكون أسباب مبدئية خلل في الدماغ في مراكز تنظيم النوم، وقد تكون ناتج عن أسباب أخرى عضوية مثل اضطرابات الغدة. من السبب السابق للآخر؟ يعني بمعنى الحالة النفسية التي يعيشها الشخص هو مدرك فعليا أنه في حالة مثلا نفسية سيئة، هل يلجأ إلى النوم ومن ثم يتطور الموضوع حتى يصبح حالة عضوية بشكل أو بآخر، أم العكس يعني لا يستطيع أن يتحكم بشكل أو بآخر برغبته؟ في العادة احنا بالبداية بتكون في عنا أعراض بدائية اللي هي بسموها أعراض ظهور المرض مثل مرض الاكتئاب. هلا في العادة أغلب حالات الاكتئاب بيكونوا يعانوا من صعوبة في النوم، صعوبة في الدخول في النوم، صعوبة في الاستمرارية في النوم، الاستيقاظ مبكرا، عدم أخذ الراحة في النوم. لكن بعض أنواع الاكتئاب الأقل شيوعا أو ما يعرف بالاكتئاب الغير نمطي أو الغير تقليدي الاتيبيكال ديبريشن، الشخص هنا بيشوف حاله عماله بينام كتير، باكل كتير،
ممكن تشوفيه بيضحك وبيبتسم حسب الحاله اللي هو موجود فيها، اذا في سبب يستدعي الفرح بفرح، بس بالمقابل هو ما بيلاحظ هاي الاشياء. ليش؟ لانه النمط التقليدي للاكتئاب الشائع انه لا انا لازم يكون في عندي عسر مزاج، مزاجي منخفض، نومي سيء، شهيت على الاكل سيئه، عندي افكار انتحاريه وهكذا. فلذلك هل انه قله النوم او اضطرابات النوم قد تقود للاكتئاب ولا الاكتئاب قد يقودهم الاثنين مع بعض؟ يعني ممكن اضطرابات النوم بتسبب انخفاض في المزاج على المدى البعيد و و و و وبالتالي الاكتئاب والاكتئاب اسبابه شيء اخر، شيء عضوي مثلا، ممكن مشكله بالنوم باسباب اخرى. نعم. طيب خلينا نحكي عن السببين، ان كان من الحاله النفسيه او حتى من الحاله العضويه. نعم. طريقه التعامل معها من الناحيه الطبيه. نعم. اولا من الناحيه النفسيه كيف تتعامل هنا مع هذا الموضوع؟ هلا مثل ما تفضلت حضرتك بالبدايه، من نعالج السبب الرئيسي اللي هو سبب هذا الشيء. اذا كان اضطراب عضوي مثلا خمول في الغده الدرقيه، نعمل على تحويله للاختصاصي مثلا الغدد الصماء بيعالج الغده الدرقيه. خلال هاي الفتره احنا بنشوف ومنقيم ما هي الاثار التي نتجت عن اضطراب الغده الدرقيه كخمولها، وبنعالجه نفسيا على الاعراض اللي موجوده عنده. كل شخص مختلف في الاعراض النفسيه عن الشخص الاخر، بحيث لما يروح يختفي السبب الرئيسي احنا بنكون مع وبعد انه شفائه من السبب العضوي بنكون متابعينه في العمليه العلاجيه. هاي في الاساس، هاي بالاساس العضوي خلينا نحكي. اما في الاساس النفسي مثلا زي الاضطرابات النفسيه زي مثلا الاكتئاب، احنا بنعالج السبب الرئيسي للاكتئاب. انواع العلاج نوعين، اللي هو العلاج الكيميائي اللي هي من خلال الدواء، ومن خلال العلاج المعرفي السلوكي. لكن في العادة اضطرابات النوم يجب علاجها في البداية أو بصورة أساسية من خلال علاج السبب الرئيسي، وأن احتجنا إلى علاجات دوائية. نعم، يعني فكرة العلاج الدوائي دائما مرتبط بفكرة معينة، إنه هو، وهي اتهام أحيانا يمكن من بعض الأشخاص، إنه الطبيب النفسي يلجأ إلى العلاج الكيميائي بشكل مباشر. نعم. هل يجب أن يكون العلاج الكيميائي، يعني كيميائية الجسم بشكل أو بآخر، يجب أن تساعد الطبيب على استقبال العلاج النفسي، أو خلينا نحكي إيش بتسموه لما بيكون هو علاج مثلا اجتماعي معرفي أو معرفي سلوكي؟ نعم. فبالتالي يعني يكون تجاوبه بشكل أفضل؟ هون هذا بيعتمد على الحالة شدتها، وإذا كانت مصاحبة أو مصحوبة بأمراض أخرى، يعني حسب الدرجة. مثلا الاكتئاب في الدرجة البسيطة ممكن أن نكتفي فقط في العلاج الكلامي اللي هو من الأمثلة عليه العلاج المعرفي السلوكي فقط، ونسبة الشفاء بالمناسبة قد تصل إلى 70%، اللي هي نفس نسبة الشفاء أو الاستقرار اللي بحصل فيها الشخص من خلالها، أو عفوا على الدواء. أما مثلا نيجي على اكتئاب متوسط الدرجة إلى شديد الدرجة، هون إحنا ممكن نستخدم علاج دوائي مع علاج كلامي عشان نزيد الفعالية. بعطوك إشي بسموه السينرجستيك افكت أو الأثر التفاعلي. نعم، يعني عندما نتحدث أيضا عن الملامح، يعني قلنا الإفراط في النوم أو النوم الاكتئابي هو واحد من العلامات، ولكن إلى أي مرحلة من الممكن أن يتطور هذا الموضوع حتى يصبح حالة خطيرة أو مقلقة إلى حد ما؟ إذا أصبح الشخص يعاق عن تنفيذ أنشطته ومهامه اليومية، إذا أصبح الشخص أغلب يومه في وقت اليقظة المفروض يكون فيها صاحي يشتغل يداوم يدرس و بلش ما يقدر يقوم بحياته اليومية بسبب النوم، إما هروبا منه تعمدا بسبب انخفاض المزاج لأنه مش قادر يقوم، أو إحنا ما نسميها psychomotor retardation اللي هو الخمول النفسي والجسدي، وهذا الإشي جسدي مش بإيده. هون الفكرة. نعم، عندما نتحدث إذن عن النوم هي حالة من الهروب إلى حد ما. الكثير من الناس يعانون من ضغوطات اقتصادية اجتماعية وغيرها، فبالتالي الهروب إلى النوم هل هو مؤشر لحالة من الاكتئاب ولا حالة سلوكية يجب علاجها؟ يعني هل دائما في نفس الإطار وفي نفس الدائرة تصنف؟ هي ليست أكيد في نفس الإطار وفي نفس الدائرة دائما. إذا كانت سلوك فقط، يعني عرض واحد اللي هو أنا لما تواجهني مشكلة بهرب فيها من خلال النوم، لا، هذا يكون سلوك واحد فقط، بالعادة لا يدل على يعني اضطرابات كبيرة زي الاكتئاب. أما إذا كان مصحوب بأعراض أخرى
مثلا اضطرابات في شهية الأكل، في الوزن، في المزاج، في الأعراض الدهانية، تجارب غريبة تحدث. لا هون احنا نبلش نفكر في أعراض اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو الفصام أو غيرها. يعني يمكن من أسهل الأمور الشائعة عندنا دكتور أنه الإنسان يصنف نفسه أيضا أنه هو مكتئب، فبالتالي يصنف المرض ويصنف التشخيص، وأحيانا يصل ببعض الأشخاص أنهم يصنفوا علاج حتى لو كان علاج دوائي وكيميائي. فبالتالي يعني استقبال الناس واستعدادهم إلى حد ما للإصابة بالاكتئاب إن كان عن طريق النوم أو غيرها، ماذا يعني ذلك في ضمن مجتمع معين؟ نعم، هلأ إحنا الاكتئاب إذا نرجع لأسبابه زيه زي أغلب الاضطرابات النفسية إحنا نسميه ملتي فاكتوريال أو متعدد الأسباب، منها عوامل جينية، منها عوامل بيئية، منها عوامل نفسية ذاتية ومنها عوامل اجتماعية. لتفضلتي في حضرتك أنه البيئة الحاضنة للشخص اللي هي البيئة الاجتماعية لها دور. إذا كان هاي البيئة أغلب التفكير فيها سلبي، بيئة غير مشجعة، بيئة مثبطة، بيئة تكثر فيها مثلا العنف، المشاكل، عدم الاستقرار إما في الوظيفة أو في العمل أو في الناحية الشخصية، هذا بيزيد من احتمالية أنه الشخص يكون معرض للصدمات أكثر، معرض للتجارب الخاطئة أكثر، وبالتالي معرض للاكتئاب بشكل أكبر. ويمكن هذا ما يقودنا إلى فكرة أنه أحيانا تفاعل الناس لمريض الاكتئاب أيضا فيه استهتار إلى حد ما. هل هذا يعني بسبب أنه الثقافة المجتمعية الموجودة هي ثقافة لا تعي الاكتئاب الحقيقي من ناحية المرضية، ولا عشان السمات هي سمات من الممكن أن تكون مشتركة لكثير من الأمور الحياتية الصعبة أحيانا بواجهها بعض الأشخاص؟ نقطة مهمة جدا أنه بعض الأشخاص في البيئات هاي الحاضنه اللي بتكون يغلب عليها الطابع السلبي بصير يحكي لك انه والله هذا المشاكل اللي انت بتواجهها انا بواجهها وغيرك بيواجهها، ليش انت بتبالغ بردة فعلك؟ هيك بصير يوصف الموضوع. ليش؟ لانه في نقص وعي، انه في اختلافات فرديه من ناحيه احنا بنسميها سايكولوجيكال اميونيتي او الحصانه النفسيه للشخص. فبتلاقيه بيحكي لك انه ما دام انا وانت بنفس الظروف المفروض انه نكون بتوقع يعني انه نفس الاستجابه ورده الفعل، وهذا خاطئ تماما. كل شخص بيفرق عن الاخر، ولا نغفل دور الطفوله، دور تجارب الحياه السابقه. يعني لا يعني انه الشخص يكون مثلا مكتئب ناتج عن سبب معين حاليا، ممكن سبب بلش معه من الطفوله وبتراكم من الطفوله. هذا ما سيقودني يعني فكره اخيره على فكره انه الفئات العمرية التي من الممكن أن تكون معرضة وكيفية تفاعلها مع الظروف المحيطة. بمعنى هل من الممكن أن الطفل مثلا عمره 10 أو 11 سنة يعني يصاب أو يعاني من فكرة النوم الاكتئابي أو غير أو حالة اكتئاب بشكل عام؟ نعم، ممكن جميع الفئات العمرية معرضة للاكتئاب، لكن كل فئة بتتميز عن فئة أخرى. مثلا فئة الأطفال أغلب الأسباب اللي بتسبب لهم الاكتئاب هي مثلا الصدمات العاطفية أو مثلاً اعتداء جنسي أو إهمال أو اعتداء جسدي وهكذا، لأنه بالعادة ما بكون لسه واعي أو ناضج وما بتحمل هالمسؤوليات الكبيرة، فبالعادة بتكون أسباب محيطة. نيجي على مرحلة الشباب، لما يبلش الشخص بده أسس حاله ويكون عليه requirements أو متطلبات معينة للجامعة، للبيت، للشغل، و هون لما تزيد كمية الضغط على الشخص مع وجود عامل جيني أو حتى بدونه، هذا الإشي بيزيد من احتمالية إصابته في الاكتئاب. ولا ننسى انه هاي الفئه العمريه فئه الشباب معرضه اكثر لاستخدام سوء استخدام الادويه، المؤثرات العقليه، المخدرات وغيرها، فهذا بيزيد من احتمال الاصابه بالكحول. واخر فئه اللي هي فئه كبار السن اللي هي بتغلب او بتنتشر عندهم الامراض او الاضطرابات العضويه، ضغط، سكري، كوليسترول، وبتزيد من احتماليه اصابتهم في الاكتئاب. نعم، اذا الوعي بالنهايه هو يعني الأساس. موضوع اساسي. نعم. جدا شكرا لك دكتور مازن مقابلي، اختصاص الطب النفسي وعلاج الادمان، نورتنا. صباح الخير. يا صباح النور، شكرا.